حياكم الله مشاهدينا في كل مكان وزمان، واهلا وسهلا بكم في تغطيه لكرنفال ايام السينما العراقيه من داخل المسرح الوطني العراقي بمناسبه عيد السينما، مع امنياتنا ان تقضوا اوقات ممتعه وسعيده، فخليكم ويانا. أنا أعتقد يعني هذه الأيام في السينما العراقية مبادرة جميلة، التفاتة نبيلة من دائرة السينما والمسرح لإنعاش السينما، خصوصا كل احنا نعرف السينما تمر بظروف من الركود والتلكؤ. يعني ما بعد 2013 بغداد كانت عاصمة للثقافة، تم إنتاج العديد من الأفلام السينمائية، قسم من هذه الأفلام شفناها، قسم ما شفناها، أو لحد الآن الحقيقة ما أعرف شنو الأسباب. فالآن يعني التوقف عند السينما العراقية، الاحتفاء بها، الاهتمام بها، يعطي فجرعة إلى حد ما يعني من أجل إنعاشها، إذكائها، وبالتالي يعني فعلا أن نلتفت أنه السينما نافذة للتنوير وللتغيير. طبعا نهنئ الفنانين السينمائيين في هذا العيد، عيد السينما العراقية، ونفتخر كون عراقيين لدينا سينما عراقية وأفلام حقيقية نفتخر بها في العالم والوطن العربي. وأكيد يعني بالسنوات الأخيرة صار هناك تعثر حتى في منتصف بعد نهاية الثمانينات وبدء التسعينات، صار تعثر في إنتاج السينما، كون أنه السينما تحتاج إلى مبالغ طائلة وتخصيصات، وأيضا هي كفن سينما يحتاج تحضيرات وتجهيزات وسيناريوهات خاصة بالفيلم من ناحية الحكاية والقصة. لكن هذا العائق لم يقف أمام طموحات فنانين الشباب والرواد، وبعد التطور الحاصل بعد 2003 وأصبحت السينما يعني التكاد تقترب من أجهزة التلفزيون، فهناك الكاميرات الحديثة الديجيتال ساهمت أيضا في إنتاج الأفلام حاليا حتى في العالم والوطن العربي. بعد ماكو شريط الفيلم القديم التحميض، لا، اليوم كله التصوير ديجيتال إلكتروني. سعداء احنا اليوم أن نحضر هذه الأيام الجميلة، أيام السينما العراقية، و مرور 67 عام على احتفالنا بالسينما العراقية. هذه السينما اللي لها تاريخ طويل وعريق، واليوم نشاهد تجارب يعني شبابية رائعة جدا بهذه الأفلام القصيرة وبهذه الأفكار الجميلة. وحقيقة يعني هي هذه الأفلام احنا نعتبرها يعني امتداد لما قدم في سنوات سابقة، ومن مخرجين ويعني عمالقة قدموا ونهضوا بالسينما العراقية. أعتقد إحنا عندنا مخرجين جيدين، وعندنا كتاب جيدين، وعندنا ممثلين جيدين، وهؤلاء بالتأكيد سينهضون بواقع السينما العراقية. لكنه السينما صناعة وتحتاج إلى أموال طائلة، تحتاج إلى دعم مؤسساتي كبير. مناسبة الذكرى 67 على انطلاق أول فريمة سينمائية عراقية أبدعتها الكاميرا السينمائية. حقيقة احنا اليوم سعداء جدا ونرى هذا الجمهور الغفير الذي يتابع العروض السينمائية، العروض التي معظم المشاركين فيها هم من العناصر الشابة. نحن فخورون جدا بهذه الكوادر الجميلة، الكوادر السينمائية العراقية، وهذا دليل وبشارة خير على أنه السينما العراقية قادمة على عصر جديد ينهض به الفنانون الشباب، مخرجون، معدون، كتاب سيناريو، كلهم من العناصر الشابة. لذلك نحن نهنئ الكوادر، نهنئ كافة العاملين المشتغلين على هذا الجانب السينما، على الفن السابع، من أجل إعطاء السينما العراقية رونقا جديدا ووجها مشرقا. أحب أشكر فنانين الشباب الواعدين على هكذا وعي، على هكذا صناعة للسينما، وهذا الموضوع يبشر أنه شبابنا وبلدنا بخير، أنه من الممكن أن يكونون صناع مهرة بالمستقبل إذا ما
قد وقعت إدارة السينما والمسرح على لب الاحتياج اللي يحتاجه هؤلاء الشباب. الاحتياج وجهة نظري كمساعدة إلى أصدقائي في إدارة السينما والمسرح، الاحتياج هو أن نستحصل الأموال من أجل صناعة سينما حقيقية تذهب إلى السينما وليس إلى البناء. نحن لا نحتاج إلى إدارة تبني الطابوق، نحن نحتاج إلى إدارة تبني الفنان وفنانين الشباب الواعدين بيهم كل الخير. وبالتالي هذه الخطوة تعتبر أيام السينما العراقية خطوة مباركة. شكرا جزيلا لأنه صححت المسار، واللي مضى مضى، اللي فات مات. خلونا نشوف مرحلة جديدة، نشوف أموال الدائرة ذاهبة إلى صناعة الفنانين، إلى صناعة أفلام، إلى منجز فني، وانتعد عن الأشياء الأخرى التي تخلد الطابور. بادرة جدا جدا جميلة تدعم الكوادر الشابة اللي احنا يعني كل بلد يعول عليها، وخاصة ان هم عندنا مجموعة نتاجاتهم جميلة وشاركت بمهرجانات خارج العراق ومهرجانات داخل العراق، إضافة إلى انه اكو لهم قبول داخل المجتمع الفني او السينمائي داخل العراق، فبادرة جدا جميلة ومهمة. من بعد طول غياب عادت وزارة الثقافة والسياحة والآثار دائرة السينما والمسرح إنتاج الأفلام العراقية القصيرة كبادرة لدعم الفنانين الموهوبين والاهتمام بالسينما والمسرح. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم أنا مغيث خالد، قناة زاغروس الفضائية.